شهرها الخامس أزمة أدخلت البلاد في أتون صراع سقط فيه مئات القتلى بسبب غياب الحوار الجاد بين الشارع والمعارضة من جهة والسلطة من جهة أخرى. الدول الغربية ومن بينها فرنسا دعت الرئيس اليمني إلى الاستجابة لإرادة الشعب والتنحي عن السلطة. علينا مساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان والطامحين إلى بناء ديمقراطية تمنح الشعب حرية اختيار حاكمه. هذا الأمر ينطبق على جميع الدول بما فيها اليمن. الوضع في هذا البلد يتجه نحو الأسوأ. على السلطة الحاكمة أخذ هذا بعين الاعتبار. رحيل الرئيس اليمني أصبح أمرا حتميا. موقف فرنسي واضح رغم اختطاف 3 عمال إغاثة فرنسيين في محافظة حضرموت في مايو أيار الماضي. ويذكر أن حضرموت من المحافظات التي ينشط فيها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. اليمن يوجد على مفترق طرق مصيري. الرئيس علي عبد الله صالح أصيب بجروح في محاولة اغتيال وهو يتلقى العلاج في السعودية فيما يكتنف الغموض عودته إلى البلاد.